نمبر 4. نمبر 1 انت حليت، نمبر 2 انت حليته برضه، نمبر 3. نمبر 3. اه نمبر 3 بيقول ايه بقى؟ بص كده معايا. chewing is what kind of digestion؟ يا ترى بيكون ميكانيكال ولا كيميكال؟ ميكانيكال شاطر، برافو برافو عليك. طيب اكتب لي بقى عندك ميكانيكال digestion، مكتوبة، أنا كتبتها. برافو عليك. طب نمبر 4، explain how the respiratory system and the skin play a role in نمبر the فور excretory system. نمبر فور دي كده حالتي both of then help excrete the water in وانت ممكن تذاكر كله. طيب استنى، انا هقراها، استنى على ثانية، انا هقرا لك حتة حتة، ثواني ثواني. explain how to the respiratory system and the skin play a role in the excretory system، يعني بمعنى صح هتتكلم عن respiratory system ده بيتخلص من ايه؟ طب والسكين انا بيتخلص من كتبت، ايه؟ طب يلا قول كده بالتفصيل، يلا اتفضل. ها هقول لك الانسر، بس الانسر كتير وفي شويه كلمات مش عارفه اقراها. طب خلاص احنا نحل مع بعض ونقارن بين الحل بتاعي والحل اللي انت كاتبه. اول حاجه respiratory system، انا كتبت اول حاجه، انا كتبت بوت عشان هما بوت اوف ذم get هيلب. rid of، get rid استنى بس، get rid of كربون دايوكسيد. أيوة. تمام. طيب عندك بقى هنا بعد الريسبيراتوري سيستم المفروض هنتكلم عن مين؟ على السكن. السكن بتخلص من مين؟ ها السكن من ال بتخلص اسمه من السولت ووتر. ايوه، يبقى هنكتب اليمينيت اوي مي ميت، كلمة اليمينيت برضو نفس المعنى بتاع بس جذرته. في حاجة مش فاهمها بالظبط، ازاي بيتخلص الاسكان بيتخلص من السولت ووتر، واحنا يعني ممكن يعني بننزل في السولت ووتر ومش بيحصل حاجة. ماشي، حلو حلو السؤال ده. بص السولت ووتر اللي بتخلص منها الجلد بتبقى من انتر يور بودي انسايد يور بودي تو اوت سايد، لكن السولت ووتر اللي احنا بنخش بقى فيها في حمام في البتاع ده وفي البحر اصلا، ده بيبقى اصلا كده اوريدي من بره، فما بيخشش اساسا. يعني السولت ووتر في البحر ما بتخشش جوه الجلد بتاعنا، لكن السولت ووتر الموجوده داخل الجسم بتطلع عن طريق السويت جلاند، الغدد العرقيه. Is it clear؟ لا دي غريبة، ما فهمتش خالص. ايه ده؟ ماشي يعني دي سولتي ووتر ودي سولتي ووتر ماشي. ودي انسايد ودي اوتسايد، أو انا متلخبط. لا لازم تعرف حاجة، أولا السكيد بيتخلص من السولتي ووتر اللي جوه جسمك ويطلعه لك بره لما بتروح تلعب رياضة. يعني احنا عندنا سولتي ووتر؟ أيوة، هو أنت لما بتيجي تاكل أي أكل، أنت أي أكل مالح بتاكله مش بيبقى فيه نسبة سولت ولا لأ؟ اه عشان بحس بيه بالطعم، بحس بيه من اللسان من أيوة. الطعم. أيوة جسمك بياخد شوية بسيط خالص من الملح، لكن الملح الزيادة بيطلع مع العرق. امال ايه؟ يلا بقى نكمل بقية السؤال. انت حليت السطرين دول اللي انا كتبتهم عندك في الكتاب؟ هو انا لو هو انا ينفع اكتبها في الكوبي بوك؟ والله هو الكتاب اللي احنا بنحل فيه ده اسمه كتاب ايه بقى؟ ورك بوك ولا ورك شيت ولا بوكليت؟ بوكلت. ما طب ممكن تحل الإجابة اللي أنا حليتها في البوكليت دلوقتي. هو المستر بعد ما نعدي درس نحله في البوكلت ويبقى عندنا هومورك.
طب خلاص، اذا كان السؤال ده موجود عندك في الهوم ورك حله بسرعه، يلا عشان نخش على السؤال اللي بعده، احنا بقالنا صفحه واحده ونخلص. صفحة واحدة ايوه إيه؟ لا اتبقالنا ده صفحه، يلا الدرس التاني. معلش، هو اتبقى صفحه، يلا بس في التدريبات خلص. أكتب بخط حلو ولا وحش؟ احلى خط عندك، بس بسرعه يعني، خطك يبقى جميل وبسرعه. يلا احنا نقعد نضحك. How does this information support the انا مش description of بضحك. the body is group of interacting this substance? How does this information support the assessment? علي تخلص علي سنة مش ماشي، اتفضل يا علي. ثانية كمان. ما تضيعش وقت يا علي. حاضر حاضر. بحاول أكتب بسرعة وبخط حلو. تمام. أظن ده خط حلو. يا رب يسهل إن شاء الله. طيب عندي هنا، how does this information support the statement that the body is a group of interacting system and subsystem؟ ماشي. معنى الجزء ده بيقول ايه؟ how does this information، ازاي المعلومات دي، ازاي المعلومات اللي انت قلتها تتفق مع ان الجسم بيتكون من جروبات تتفاعل فيما بينها؟ يعني هو عاوز يقول لك ايه الكلام اللي احنا قلناه؟ مش معنى كده، مش معنى الكلام اللي احنا قلناه دوا معناه ان الريسبيراتوري سيستم واليوناري سيستم والسكين دول كلهم، الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعضهم كأنهم جهاز واحد. بمعنى مش بس احنا لسه قايلين ان احنا عندنا دلوقتي الريسبيراتوري سيستم بيتخلص من الكربون دايوكسيد، السكين بيتخلص من السولتي ووتر، اليوناري سيستم بيتخلص من الووتر. يبقى طب هما التلات أجهزة مع بعض، التلات أجهزة مع بعض بنسميهم ايه بقى؟ التلاتة مع بعضهم بنسميهم ايه؟ اكسكراتوري ايه؟ اكسكتوري سيستم. تمام، يبقى الاكسكراتوري سيستم دوه يعتبر هو الجهاز الأساسي. طب مين السب سيستم اللي تحتيه؟ يعني هو الرئيس ولا بالظبط هو هو. اللي ماسك ايوه ولا هو اللي بيخليهم يشتغلوا مع بعض؟ هو اللي بيخليهم يشتغلوا مع بعض. ماشي. ماشي. طب انت كاتب الحته الاجابه رقم 2 اللي هو البارت 2 ده، كاتبه؟ أيوة. طب ممكن تقراه؟ أول واحد، أول واحد لا انا عاوز كتبناه في كوتشن نمبر فور. نو 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 انا قصدي على الاجابه بتاعت السؤال الثاني اللي هو how does this information support the statement that the body is a group of interacting system and subsystem؟ لا أنا ملخبط كله على بعض. لا يبقى انا سنة احللك بقى، استنى لما احللك بقى دي. بص هتقول بقى ده لا انا ازاي. حللها صح، بس انا ايه، بس انا ملخبط الدنيا. يعني انا كاتب دي ودي ودي. طب انا دلوقتي اكتب لك انا الاجابه وتبقى متسجل لك في اليوتيوب، بحيث ان ده لما تلاقي ماشي هنكتب بقى. بص احنا دلوقتي البارت الاول احنا قلنا الريسبيرات اللي قلنا السيستم والريسبيراتوري باي راتوري. انا بقى لما اكتب انت دلوقتي هتكتبي اول جملة تاني. المفروض، بس انا خلاص مش هكتبها، هنكتب الحته الاخيره البارت 2 بقى، هنكتب بارت 2. ماشي، البارت 2 كان المفروض نكتب ايه؟ هنكتب ده أهو دوس زمين تي تيم
is it secretory system system تمام تمام. sub systems sub systems are number one urinary انا كتب كده number two ثانية. اهو انا كتب كده respiratory سيستم، respiratory ده ملخبط الدنيا. number three skin بس كده ايه رأيك؟ انا كتب كده بس انا عشان مش حطيت اسمه ايه، مفيش مشكلة حطيت لون تاني او ماشي، المهم ان هو اللي احنا كاتبينه ده واضح عندك ومتسجل بحيث ان ايوه. في اي وقت تبقى فاضي فيه تسمع الفيديو ده تاني. خلاص طيب ماشي هتنقل حاجة ولا امسح دي ونخش على الصفحة اللي بعديها؟ على الصفحة اللي بعديها. انا اوكي خلصت، انا كنت في السكن. اوكي ايوه دي سهله خالص خالص، ان شاء الله تبقى سهله عليكي. أيوة سهلة. طب ماشي يلا نحلها مع بعض. ماشي. مس أنا حليت اللي فوق وحليت اللي تحت، اوكي بص، اول حاجه الديفينيشن بتاع بس الكيميكال ده اللي في وجبته. النص دي اللي هي where does اتك بال take take place. اه دي مش حليتها. طيب، ما ممكن بقى تقول لي يعني ايه الديفينيشن بتاع كيميكال ديجستشن؟ اوكي، is a chemical reaction breakdown of parts of pieces of food into small molecules اها خلاص. بس خلصت. الو ايوه خلصت. ارى بعد كده الثانية. لا استنى مي كيميكال ديرجنس استنى اراها. استنى استنى، بص اول حاجه الكيميكال ديجيشن معناها ايه؟ ان هو بيحصل بريك داون لما بيبقى فيه اسيدك جوز سكريت، يعني يعني حمض معدي بيتم افرازه. طب الميكانيكال بيحصل امتى؟ it occur when move food inside organ. خلاص انت كتبت ايه بقى الكيميكال ديسيشن؟ انت كتبتها عندك سكوتو تمنا نزلت نزلت خلاص بقى. where does it take place، بيحصل فين الكيميكال ديجستشن؟ هنقول استومك، في الاستومك، وبيحصل فيه كمان فين تاني غير الاستومك؟ سمول انتستين. يلا اكتب بقى الحاجتين دول في الاستومك والسمول انتستين بسرعة يا علي. كل انا كتبت سوري سوري كتير، انا زمان حفظته.
طب ماشي، لازم أبص عليه. طب معلش يلا اكتبها بسرعة. كتبت في بيحصل فينا كده كتبت كده. خلاص تمام، خلاص. نمسحها بقى ونكتب بقى الحدوتة بتاعة الميكانيكال دايجيشن دي. أول حاجة الميكانيكال دايجيشن معناها إيه؟ يبقى هنقول معناها موف موف فود بس ينفع اقول لهم حاجة؟ inside inside organ. هي دي بتاعت أول واحدة ولا تاني واحدة؟ الحتة دي اللي أنا بكتبها خاصة بالميكانيكال دايجيشن في المربع اللي فوق أو في الريكتانجل اللي فوق. طب بس عادي اقول لهم حاجة و اه كان بس ال بيحصل فين الميكانيكال ديزيشن يا علي؟ علي الو ماوس. ثانية بس كنت بقول لهم الميس بتاعتهم اسمه دخلت ماشي يخش انا في نمبر 2 اوريدي. خلصنا ولا لسه؟ اخر حاجة اللي تحت ويكون خلصنا خالص صح؟ اه صح. بص بقى معايا، لما بيقول لك هنا الحته الاولانيه الديفينيشن بتاع الميكانيكال ديجيشن هتكتب موف فود انسايد اورجان. ماشي، يبقى موف فود انسايد اورجان. بس طب انت بيحصل فين؟ اختصر كل ما اكتب يعني بكتب ال بكتب ال الاجابه الانسر صح بس انت تختصري اكتر اي عشان تحفظ معايا. اكتر. وير داز ات تيك بليس؟ بيحصل فين الميكانيكال ديجيشن؟ بيحصل في الماوس، وبيحصل فين كمان؟ الموفمنت فود ان اسوفيجاس. يعني عندك مكانين اهو. اول حاجه الشيونج الماوس مضغ الطعام داخل الفم، موفينج او موفمنت فود ان سايد اسوفيجاس، الحركه بتاعه الاكل داخل الاسوفيجاس. ماشي كتبت؟ كتبت اوكي. أول حاجة ماوس والتاني حاجة سلايفا ايوه، ها ثالث حاجه وتالت حاجة اللي تحت اسوفجس. صوفي جس ايوه، دي ايه دي؟ تومك. تومك دي ورابع حاجة ستومك ام وليفر اللي هي هنا كده ام وبار وبار بار كورس راي فور مم. وبعد كده لارج ان شفت وسمول سمول انا كتبت انا خلصت طب استنى يا استاذ، لو بتقولي خلصت. طب انا عندي دلوقتي في 4 حاجات عايزين نعرفهم. اول اديني البن انا اكتبه. اوكي، لا دي غلط طب دي المفروض تبقى اسمها ايه بقى دي؟ مش اسمه ودي كمان غلط اللي تحت طب هتسمعها ريكتب؟ امسحي كله لا، انت قول لي تكتب ايه الاول. امسح دي؟ ايوه امسحي اللي تحت كمان. ايه ده مسح دي صح طب يلا قول دي اسمها ايه؟ دي الكبد ليفر. طب ودي؟ ها؟ ثانية انا مش شايف الكاميرا صغيرة عشان انا بشتغل من الموبايل. طب بص في الكتاب عندك. دي فين؟ استنى اشوفها. فاهمة؟ اه أنا بكتب إيه ولا؟ انا مش شايفه بس اصلا حاسس الكتاب. بكتب وخلاص. لا
ايوه بنكرياس، ايوه صح. طب ماشي، طب والبتاع الصغنطوطه دي ها الاثنى عشر. أنا جيت ثانية بنكرياس آخر واحدة لا الآخر واحدة أنا كتبت الأخر ماشي، مفيش مشاكل عادي. دي بقى اسمها ايه بقى الحتة الأخيرة دي؟ ها ألو أيوة يا علي معاك. دي أنا عارف بس الخط معفن. الموبايل صغير ماشي، ايفون أيوة صغير كده اه يعني، ايفون صغير قوي يعني كف ايديا اكبر منه. طب بص، طيب انا عايزك تقولها لي بس قولها لي يعني بالانجلش وانا هكتبها لك. يعني اسمها ايه؟ اسمها كتبت ايوه اسمها ايه بقى؟ جار لي فن در توبي اسمها ايه يا حبيبي؟ معلش مش فاهمة. جار فل لي طب استنى در شوية، صبرا صبرا، بي بيشنت بليز، بي بيشنت. اوكي ثانية واحدة. جي ايه ده اهي دي اهي استنى والله عارفة بس القلم الموبايل صغير اهي اه اسمها جال بلادر دي. الزائد. ايوه خلاص 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 خلاص، بشويش اهدى اهدى. جال بلادر معناها الزائدة الدودية، اسمها اللي جال، زي ايه اللي هي بتاع دي بس مش بتاع دي، اسمها جال بلادر. جال بلادر يعني ايه جال بلادر؟ الزائدة الدودية. الزائدة ايه؟ الدودية. طب اللي جوه دي اسمها سمول انتستين، طب اللي بره ها؟ بس ازاي دودين؟ هو احنا عندنا في جسمنا دود ولا ايه؟ لا 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 لا، هي شكلها عامل زي الدودة، لكن هي أصلا اه طب لها هما بس. خلاص كده احنا خلصنا. أنا بشكرك جدا على يعني اهتمامك وحضورك وتركيزك. أتمنى تكون فهمت الدرس والأسئلة اللي احنا حلينا استفدنا منها. المطلوب منك إن شاء الله أن تسمع الفيديو مرة تانية عشان تثبت المعلومة. وأبعت لك ماشي الويب سايت دلوقتي حالا، أبعت لك الويب سايت ده على الجروب لو أنت محتاجه يعني. تمام، هل في حاجة صعبة محتاج ان انا اذكرها لك؟ لا لا تمام، شكرا خالص ليك يا علي، السلام عليكم. لا سلام.